الترابيزه دي عليها كروت التارو. معانا دكتوره بسنت يوسف علشان تقول لك اللي احنا قلناه في الحلقه دي كان صادق بنسبه كام في الميه واهم سمات شخصيتك. اتفضلي يا دكتوره. التارو علم فرعوني قديم زي ما قال الاستاذ مصطفى. عن طريق التارو بنحول اسم حضرتك وارقام تاريخ ميلادك لمجموعه الكروت دي اللي هي هتقول لنا على مواصفاتك الشخصيه. جميل. جاهز؟ جاهز. نوقف الترابيزه. يلا اتفضلي يا دكتوره. فنان حسن مصطفى مواليد 26/6 يعني سرطان جوزائي. صح. لأنه بين البرجين. بالفعل قبل الحب والعشرة بتجمعك بزوجتك الصداقة المميزة جدا اللي صعب حتى نلاقيها بين أي رجل وامرأة مش متزوجين. بالنسبة لك المفروض من أرقامك إنه بيكون عندك تحدي لمخاوفك، يعني بتخاف من الاماكن العاليه فبتسافر كتير بالطياره عشان يهزم الخوف. بالظبط، لازم يتحدى ده لانه عنيف جدا. العند بالنسبه له زي ما بيطلع أسوأ ما فيه بيطلع افضل ما فيه لانه انسان عنيف. وعنيف جدا في مواقفك وفي افكارك، ومع ذلك انت عارف كويس قوي انه اللي مش هيجي النهارده مصيره يجي بكره لو ليا نصيب فيه، ما بتجريش وراء ابدا. حاجه كمان لمولود يوم 26/6 انه مش ودني، لازم يشوف بعينيه عشان يصدق، مش اي حاجه بيصدقها. دي حقيقة فعلا. وخريج تجاره حضرتك، واكتر حاجه ممكن برضه يبرع فيها مولود يوم 26/6 البيع والشراء. وبالنسبه لك الفلوس مش تتحط في البنك لكن في استثمار افضل علشان التبذير والاسراف. نعم. خاصه على الهوايات الشخصيه اللي ما بتبخلش عليها ابدا باي شيء. نعم. موافق. موافق. تمام. كارت المراية حضرتك هتاخد المراية تبص فيها. اتفضل. ايوه. والله حلو كويس. قمر. حضرتك هتشوف ملامح وشك في كارت المراية. ايوه. وبعدين هنحطه بين مجموعة الكروت، الكروت اللي قبل المراية الحاجات اللي الفنان حسن مصطفى مش عايز الناس تشوفها أو مخبيها، واللي قدام المراية الحاجة اللي هو شايفها كويس جدا وكل الناس شايفاها معاه. ماشي. ركز في المرايه يا استاذ حسن. حلو. ركز. تمام. تمام. شايف نفسك؟ ايوه قوي كويس. قمر. ها؟ الحمد لله. قمر بالستر. لا 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 خالص. حط جوه الكروت من فضلك. وقلبهم. كوتشينا. اشكرك. اتفضلي. طبعا ذبذبات جسمك هي اللي هتأثر على الموضوع دلوقتي. المراية بتاعتك. انا قلت من الاول حويط، المراية مش عايزة تيجي. لا حول ولا قوة الا بالله. حرام. المراية ايه؟ انفعالي نرفوز اليومين دول وبيطلع كتير والناس شايفة ده كويس قوي على اقرب الناس ليه وعلى اصحابه. يمكن شويه بيحاول يتجنب الحياه الاجتماعيه او يستمتع بوحدته اكتر ما بيستمتع بصحبه الناس. مظبوط. ورا المرايه فنان حسن مصطفى. ورا المرايه مسؤوليات. ورا المرايه مسؤوليات سواء حضرتك بتتحملها ومش عايز حد يعرفها او ما بتتحملهاش وبتتهرب منها، حتى لو حاجات صغيره وبسيطه مش عايز تشغل بالك بيها. ورا المرايه ثقه في الاخرين. واضح انه الزمن علم الفنان حسن مصطفى انه ما يثقش بسهوله في الاخرين. وورا المرايه كمان قرارات المفروض انها تتاخد ما بتتاخدش. ده اللي موجود في المرايه. تمام كده. الحمد لله رب العالمين. استاذ حسن خلصنا العقد؟ ايوه. مفيش عقده مستخبيه كده ولا كده؟ لا الحمد لله. طب انا عندي عقده عايز حضرتك تحلها لي. خير. العقده في جيبي يا فندم لو سمحت. حضرتك مد ايدك في جيبي وخد العقده وحلها منك للكاميرا. ايه اللي مبروك ده؟ عقدة. ايه رأيك؟ حلها بقى يا استاذ حسن. شد. برافو عليك يا استاذ حسن.